هكذا أصبحت شوارع وأزقة مدينة سلا التاريخية التي أصبحت تفوح منها روائح كريهة وانتشرت بها أكوام من النفايات، وضع قدم ملجا الساكنة في الآونة الأخيرة. كنعانيو بزاف من هذا المشكل ديال الزبالة هنا في سلا الجديدة. هذه واحد 3 ايام تقريبا الزبال كانت معرمة هنا بزاف وما كانش اللي ياخذها. النظافة ضرورية للحي ديالنا، لأن ما كانتش النظافة راه الدراري كيمرضوا والرائحة كتكون كارهة، ما يمكنش لك تدوز من الطريق. وللخروج من هذه الأزمة، شركة جديدة تولت مهمة وتنظيف أحياء سلا، خاصة منطقة بطانة وحسين اللتان تمثلان نصف المدينة، في صفقة مدتها 7 سنوات يحكمها دفتر تحملات جديدة. استراتيجية العمل ديالنا واضحة، تقسيم ديال المنطقة ديال المقاطعتين بجوج، بطانة وحسين 8 ديال المناطق، كل منطقة عندها مراقب ديالو مجهز بالهاتف والدراجة النارية اللي كيجيبوا التقارير ديالهم اليومية. 6 شهور التحملات اللي تصاوب جديد، خدا بعين الاعتبار الأزمة اللي عشناها مع فيوليا، وخدا بعين الاعتبار التجربة اللي دوزناها 6 أشهر مع ميكومار اللي كانت جيدة. عندنا في الجماعة فريق عمل اللي كيراقب الجودة والأداء باش الشركة تبقى مستمرة في الأداء ديالها. مهمة قد تكون شاقة تلك التي تنتظر هذه الشركة المغربية التي تكفلت بمهمة تدبير قطاع نظافة بسلا، المدينة التي ينتظر سكانها من يخلصهم من نفايات زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة.